بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم بعونه تعالى كشف هذه الألغام التي زرعها الجيش في الريف الشرقي لمعارف النعمان في علب سمنة فيوليت، سمنة بادية صافي. ننظر إلى هذه العلب، نحذر جميع الأهالي والأخوة من هذه العقوات التي وجدناها اليوم 20/21/2013. وجدنا الكثير من هذه العبوات، وهذه بعض العبوات، هذه بعد التفكير، هذه مادة الدي ان اي، الدي مع الخرادق هذه، وهذا جهاز المستقبل. كلكم تعلمون من خدم بالجيش انه هذا جهاز مستقبل عسكري وليس هذا وجدت داخل العبوة مع السائح، مع الساعد. هذه مواد التي المتفجرة. الآن سنعرض أمامكم عملية التفكير. هذه العبوات، الله أكبر. المواطن انها سمن او انها مساعدات او اي شيء، ولكن ننتقل الى هذا جهاز المستقبل، جهاز المستقبل لجهاز التفجير. الان قبل فتره سنقوم تبين هذا هو جهاز المستقبل. هذه عباره عن طبقه من السمن مجرد ما أن تصل بين أيادي الأطفال أو ذوي الحاجة. وأنتم تعلمون ما يعاني منه الريف الشرقي من معارة النعمان، من حصار وقصف وتهجير. بسم الله. احذروا اخواني من هذه العلب، علب السمنة فلوريت. هذه بطارية جهاز المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا يوجد الساعر، الحمد لله تم التعامل معه بالشكل. بسم الله الرحمن الرحيم. مقطع ثاني، بسم الله، تم تفكيك. انظروا الساعق، الساعق الكهربائي، هذا هو. الله أكبر والعزة لله. تم بعونه تعالى تفكيك العبوات تي ان تي، عبوات تي ان تي. هذا جهاز المستقبل. نسأل الله العظيم ان يجعل تدبيره في نحورهم باذن الله. سنفجرها هذه العبوات فيهم باذن الله، ان شاء الله، ان شاء الله، في شبيحتهم وجنودهم، ان شاء الله. هذه اخرى. وجود كميات كبيره، نحذر الاهالي تحذير اي شيء يستفقدوها أول شيء. أنا خلاص تم، الحمد لله، يعني خلاص تم الفصل، خلاص. هذه مواد التي انتي، خلاص مواد التي انتي، و هي مادة متفجرة شديدة الانفجار، ولكن بفضل الله تم إعلامنا من الأخوة. وجدوها أطفال كانوا يلعبون وأتوا بها إلى المحل، إلى المركز التجاري.
ولكن تفاجأ عندما فتحها فأتوا بها إلينا وتم بعونه تعالى من أي شيء يرونه هذه أي علم أي جسم غريب أن يعلمنا به على الفور. الحمد لله رب العالمين والشكر لله. سمت فروليت اللهم هذه الأبطال المجاهدين الذين هم سهرون على حماية المواطنين ريف معرض النعمان الشرقي. الله أكبر ولله الحمد. هذا مستقبل وجد في هذه العبوة صورة ستلاحظون وجد كتابة وين في العبوة الثانية غير حاطينها على وجهك. تسعة تسعة احذروا اخواني. وين هاي؟ هاي تسعة بي جهاز مستقبل بي. تم بعملي تعالى الحمد لله تفكيكها. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل تدبيرهم في نحورهم ان شاء الله. نشكر الأخوة المجاهدين نتفك هذه العبوات. نسأل الله النصر والثبات للمجاهدين.